أطلقت جمارك أبو ظبي اليوم مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة ظفرة لإدارة وحوكمة البيانات. طبعا النظام الجديد هذا مختص في إدارة البيانات والمعتمد كذلك على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تسهيل تبادل المعلومات، تسهيل تبادل البيانات وإدارتها وحوكمتها، وكذلك معالجتها والحفاظ على دقتها ومشاركتها مع الجهات ذات الاختصاص والمهتمة بالبيانات الجمركية. طبعا هذا النظام راح يساعد بشكل كبير على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت الصحيح وفي المكان الصحيح لتسهيل التجارة وتسهيل البيانات التجارية، وكذلك ابتكار المبادرات اللي راح تسهم في تسهيل حركة التجارة في إمارة أبو ظبي، وكذلك راح تسهم في إدارة البيانات في المنافذ الحدودية لإمارة أبو ظبي. نحن نتأمل من هذا النظام اليوم يقدم إضافة ليس فقط لجمارك أبو ظبي بل لكافة الجهات ذات الاختصاص والمعنية في الربط مع جمارك أبو ظبي.